شيوخنا الكرام، أهل الطيب وأهل الكرام وأهل التاريخ. اليوم احنا جينا بوفد كبير من الحكومة، من سادة الوزراء، حتى نبعث رسالتي. الرسالة الأولى، احنا جادين بالاستماع إلى شكاوى الناس ومشاكلهم. ورسالة أخرى أنه احنا كل صغيرة وكبيرة نتابعها فيما يخص حماية كرامة الناس. كرامة الناس من كرامتنا. فخر كبير لما احنا نتوارث جيل مع جيل قيم وتقاليد عشائرية نفتخر فيها. احنا تعلمنا احنا صغار من شيوخنا، من تاريخنا، ان الشيوخ العشائر عندهم قيم. قيم وأنظمة ومجموعة قواعد تنظم حياة الناس. فما نحتاج احنا نلتجئ للسلاح عندما نختلف، انما نحتاج للحوار.